بديل الشيطان ده اسم فيلم أنتجته هوليوود اتكلف 20 مليون دولار. بيتكلم عن قصة واقعية حصلت في قصر الرئيس العراقي صدام حسين، وهي قصة حياة لطيف يحيى اللي أجبر أنه يكون شبيه لعدي ابن صدام حسين. لطيف لعب دور الدوبلير لعدي، واجه الموت مكانه، وعاش حياة قاسية كلها عذاب وإهانة. إيه حقيقة الكلام ده؟ ومين هو لطيف يحيى دوبلير ابن الرئيس صدام؟ وليه بتلاحقوا المخابرات الأمريكية لحد الآن؟ خليكم معايا. لطيف يحيى من مواليد 64، بيقول ان ابوه كان رجل اعمال عراقي من الاثرياء، ودخله مدرسه متميزه في بغداد، وكان زميله في المدرسه عدي ابن صدام حسين قبل ما يكون صدام رئيس للعراق. وبدا الناس المحيطه بيهم يلاحظوا التشابه الغريب اللي بينهم، اللي هو بين لطيف وعدي. وعلى حسب روايه لطيف يحيى انه في سنه 87 كان ضابط شاف في الجيش وقت الحرب الايرانيه العراقيه، وتم استدعائه من الصفوف الاماميه في جبهه الحرب مع ايران لقصر عدي اللي هو القصر الرئاسي، وطلب منه عدي انه يصبح شبيهه، او بمعنى ادق فدائه، ورفض يحيى بلباقه. لكن الرفض ده كلفه كتير، لانه تعرض للسجن والتعذيب هو وعيلته، واجبر على الموافقه. وبيقول لطيف انه خضع لعمليه جراحيه تجميليه في فكه العلوي عشان يكون متطابق تماما مع الفك المشوه لعدي، وما يقدرش ينطق حرف الراء زيه، وتم تدريبه على التصرف مثله في كل شيء. ومثل لطيف عدي في جميع انواع الوظائف والواجبات، وعاش في القصر الرئاسي في حياة كلها بذخ ورفاهية. والغريبة ان لطيف بيقول رغم النعيم اللي عاش فيه، لكن شهد قسوة شديدة من نظام صدام. بيقول انه كان بيعاني بشكل كبير من مزاج عدي الذهاني المريض وحفلات العربدة، وكل ده خلى لطيف مضطرب نفسيا بسبب كمان فقدانه هويته والدور اللي اجبر انه يلعبه، لدرجة انه حاول الانتحار. وحسب كلام لطيف فهو نجا من 11 محاولة اغتيال، واصيب 9 مرات برصاص اغتيال عدي، وكان بيحضر مباريات كروية بدل من عدي، وتعرض لإطلاق النار عليه من المعارضين الشيعة. ولما أطلق عليه عدي النار في نوبة من نوباته المزاجية، شعر بأن حياته في خطر، فهرب لشمال العراق. وبيقول إنه غادر العراق بمساعدة المخابرات الأمريكية، وكان وقتها وكالة المخابرات المركزية عايزة توظف لطيف جاسوس ليها على النظام العراقي، لكن بما إن عيلته كانت لسه في العراق، رفض لطيف عرضهم وانتقل لفيينا في النمسا سنة 92 على أمل أنه يعيش حياة سلمية ويكسب دخل يعيش عليه. والحكاية الأكثر غرابة في كلام لطيف يحيى أنه قال أن الرئيس العراقي صدام حسين كان قلقان من لطيف يحيى في أول مقابلة بينهم، لأن صدام كان عنده هوس وفوبيا من التسمم أو فوبيا الاغتيال، لأن كان في كتير من الدول اللي بتحاول اغتيال صدام، وده لأنه كان مؤسس جهاز حنين اللي تحول بعد كده لجهاز مخابرات في العراق. وقال أن كان في اتفاق بين لطيف يحيى وبين المخابرات الأمريكية بعد ما حققوا من شخصيته وفحصوه عدة مرات بجهاز كشف الكذب وإثبات شخصيته، والاتفاق إنهم يخرجوا من العراق ويكون هو معاهم في عمل خاص، واضطر يوافق لأنه كان عنده رغبة شديدة إنه يخرج من العراق، وده خلاهم يعتقدوا إنه من المعارضين اللي موجودين في الخارج وحيمشي على نفس طريق المخابرات الأمريكية مع المعارضة. لكن لما سافر للنمسا رفض التعامل معاهم، وده دفعهم للمحاولة معاه مرة تانية عن طريق الترغيب والترهيب والتهديد، لحد الشهر الثامن من سنة 93، وتم اختطافه من قبل المخابرات الأمريكية في النمسا وحطوه في السجن، وكان بيتم التحقيق معاه بشتى أنواع التعذيب، واستمر التعذيب لمدة 10 شهور ونص. وعلى حسب كلام لطيف إن التعذيب ده كان أشد قسوة من التعذيب اللي لقاه من عدي صدام حسين. والكلام ده موجود في كتابه الحفرة السوداء اللي بيحكي قصة هروبه من العراق بمساعدة عميل في CIA، وتم منع الكتاب في أمريكا وبريطانيا وفي أوروبا كلها، وما امتلكتش أي دار نشر الشجاعة إنها تنشر الكتاب ده. ولطيف بيأكد إن الولايات المتحدة بتؤثر في السياسة العراقية، ومفيش حد يقدر يخطي خطوة من غير موافقة أمريكا، ورؤوس الأموال اللي بيتم تهريبها من العراق لأمريكا وبريطانيا بيؤكد سيطرة أمريكا على العراق سيطرة اقتصادية وأمنية. وبعد كده بيجي في المرحلة التانية إيران اللي هي البعبع، واللي هي كمان نمر من ورق وظفتها أمريكا لإرعاب دول الخليج. وكتب النسخة الأولى من كتابه الشيطان، وذكر فيه إنه دوره كان مزدوج، وفضح أهم
أسرار نظام صدام، وبسبب رفض وعرض وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قبض عليه الأمريكان ورحلوه من النمسا وسجنوه في السر لشهور. ولما تم إطلاق سراحه لقى قنبلة تحت سيارته، وكان على يقين إنها مزروعة بأوامر من عدي اللي حاول قتل والد لطيف بعد كده. وبيقول لطيف إنه خلال السنوات القليلة اللي فاتت كان بيهرب في جميع أنحاء أوروبا ونجا من محاولات اغتيال كتير، وحاول إنه يعيش من غير إزعاج بهوية مزيفة. وخلال الوقت ده قدر يجمع ثروة قيمتها $1,000,000، ولكن خسرها كلها لما سحبتها الست اللي هربت معاه من العراق عن طريق حسابها المصرفي المشترك معاه خلال فترة سجنه. وأثناء وجوده في لندن في التسعينات عرضت عليه واحدة من دول الخليج مبلغ كبير من المال وكمان جواز سفر بريطاني، وده لو قام بقتل صديق له وكان منشق سعودي. وقال لطيف إنه تم التخلص من أميرة سعودية كان على علاقة بيها، ولما رجعت للمملكة العربية السعودية اتخلصوا منها بسبب طلبها الطلاق من زوجها علشان تتجوز من لطيف. وبيقول انه سافر في النهاية لأيرلندا لانه لقى نفسه هناك، وبعد مصادمات مع الجيش الجمهوري الأيرلندي وتجار المخدرات واطلاق النار عليه سنة 2014 في أيرلندا تم اصابته وحصل له اعاقة وعاش متسول في الشارع. وبعدها التقى في الشارع بزوجته كارين اللي ساعدته في اعادة بناء حياته، وألف 3 كتب بتروي قصة حياته منها The Devil's Double اللي بيستند فيه الفيلم الروائي The Black Hole، وبيحكي فصل من سيرته وهو تحت ضغط من وكالة المخابرات المركزية. وألف كتاب رابع بعنوان جلاد أبو غريب لسه ما اتنشرش. والنهاردة أصبح الدكتور لطيف يحيى محامي دولي في مجال حقوق الإنسان، وأجرت معاه قناة العربية لقاء قال فيه كلام غريب وعجيب، زي أنه تعرض لعمليات تعذيب كتيرة على يد عدي في معتقل الرضوانية سنة 91، وأنه خرج من العراق وهو بيمتلك $25 سنة 92 بعد ما واجه عدي ابن صدام حسين وما لجأش لدول الخليج أو أجهزة المخابرات. وبيقول إن حياته اتدمرت من سنة 92 ولحد الآن بسبب عدم تعامله مع المخابرات الأمريكية. ومن ضمن كلام لطيف يحيى إنه اتصاب بفوبيا من المفاتيح ومن كل شخص بيمشي بقوة على الأرض، لأن ده بيفكره بالسجن والتعذيب والإهانة اللي طبعا اتعرض له في معتقل الرضوانية من 30 سنة، وكان من أشخاص متواجدين لحد الآن في العراق ولسه في نفس المناصب. وبيتمنى لطيف يحيى إنه يدفن في العراق، ولكن طبعا وضع العراق مش مساعده لأنه مطلوب من الميليشيات ومهدد خارج العراق. وبيقول إنه لحد الآن لسه بيتنقل من بلد لبلد عشان يهرب من محاولات الاغتيال ويبحث عن الأمان، لكن ندم على إنه صدق إن في الغرب حرية وحرية التعبير، وما زال بيندم إنه ترك العراق لدرجة إنه اتمنى إن عدي ابن صدام حسين يطلق الرصاص عليه في رأسه علشان يدفن في بلده، وكمان ندمان على عدم قتله لعدي صدام حسين. كل الروايات والحكايات دي خارجة من شخص واحد هو لطيف يحيى. أكيد في أطراف تانية كانت موجودة على الساحة وقتها وتقدر تحدد مدى مصداقية الروايات دي. من لحظة خروج لطيف يحيى من العراق وهو بيجري مقابلات مع العديد من الجهات المهمة، وازداد الطلب عليه لما اتقتل عدي وشقيقه قصي، وده كان طبعا على ايد قوات التحالف سنة 2003. ومقابلاته مع الصحفيين وحكاياته المثيرة خلتهم يسخروا احيانا من كلامه، وبيأكدوا ان بعض القصص ممكن تكون جيدة جدا بحيث ان المرء يتقبلها، لكن في قصص تانية لا يمكن للمرء انه يتقبلها الا بعد ما يتحقق من صحتها. وشايفين ان قصص يحيى من النوع التاني. نيجي بقى للشخصيات اللي كانت موجودة على الساحة في أروقة النظام العراقي وقتها، وهو شخصية عراقية اسمه هيثم عجماية مقيم في لندن وعمره 48 سنة، وهرب من العراق سنة 98 بمساعدة الحكومة البريطانية اللي منحته اللجوء السياسي ومساعدة مالية مقابل معلومات عن النظام في العراق، وهو حاليا بيدير تجارة في غرب لندن. وبيقول هيثم عجماية: لم أكن أريد أن أكون صديقا لعدي، ولكن ده حصل فعلا، وكنت أجلب له السيارات وأشياء أخرى، ونحن نحو 5 أو 6 أشخاص كنا أصدقاء من أيام المدرسة. وأنا أؤكد لكم 100% أن حكاية لطيف يحيى ما هي إلا تخاريف اخترعها بنفسه، وأنه لم يكن مع عدي في المدرسة. ولما تسأل إذا كان عدي يعرفه قال نعم، تلقى عدي رسالة مفادها أن شخص يشبهه يتقمص شخصيته، وتمكنت من الوصول إلى الرسالة عن طريق لقاء شخص آخر من المقربين من عدي اسمه ظافر محمد جابر، وأشار إن
الرسالة كانت تحوي معلومات من الأمن تقول إن يحيى اعترف بأنه كان يتقمص شخصية عدي لاستغلال النساء، وأضافت الرسالة إنه اعترف أيضا أنه هارب من الجيش من 6 شهور، وأكدوا الاثنين جابر وعجماية إن عدي ما كانش له شبيه. ومن الناحية التانية قال يحيى بأن جابر كان يعمل قوادا عند عدي، والغريبة إن جابر ما أنكرش الكلام ده، لكنه قال إن ده مش معناه إن قصة يحيى حقيقية، وقال شخص اسمه رائد الشيخ وده حارس خاص لصدام حسين من سنة 89 لحد 2003 وعايش حاليا في عمان، قال إنه سمع عن يحيى من خلال الإعلام فقط، وإنه لم يرى شبيه عدي طول 14 سنة كان بيقضيهم في حراسة قصر صدام حسين، وكان عمله بيقتضي حراسة أبناء صدام. وأنكر الدكتور علاء بشير وده جراح تجميل عمل في مستشفى ابن النفيس في بغداد إنه ما أجراش أي عملية جراحية ليحيى، وقال إنه عمل في المستشفى من سنة 83 لحد سقوط النظام. وقال كمان أستاذ السياسة الدولية والخبير في شأن العراق في جامعة لندن الدكتور توبي دوج إنه ما عندوش أي دليل ملموس على صحة حكاية يحيى وإنه متشكك جدا منها، وأضاف إنه قبل سنة 2003 ما كانش عند الغرب مصادر مخابرات موثوقة في العراق، عشان كده من الممكن تصديق أي شيء عن النظام ده. حتى مخرج فيلم بديل الشيطان قال إنه ما يهمهوش مدى مصداقية القصة، هي عجبته وده كفاية بالنسبة له. وفي شخصية تانية قالت كلام صادم على لطيف يحيى، وهو كاتب اسمه صباح الحمداني، قال إن لطيف يحيى كردي من أهالي دهوك سكن بغداد الأعظمية، وكان بيعيش مع قرايبه في حي دراغ في بغداد، وكان فاشل في المدرسة، وكان يشبه عدي حقيقة لدرجة معقولة. وبيقول إنه أول ما تعرفت عليه شافه على شاشة التلفزيون سنة 91 بيتقص شعره في برنامج اسمه احذروا هؤلاء، عقوبة مع بيان أمني صادر عن الأمن العام أن هذا المتهم يدعي علاقته بالمسؤولين ويدعي أنه عدي في حالات من النصب والاحتيال على البسطاء مقابل مبالغ نقدية وتوسطات وشفاعات. وأعلن في بيان الأمن العام أنه مطلوب ممن لديه شكوى ضده أن يراجع الأمن العام لتدوين إفادته. يعني لطيف يحيى كان بينصب ويحتال على الناس قبل سنة 91، وتم اعتقاله كم شهر في أمن بغداد الجنائية سنة 91 تأديبا له، والتهمة المسندة له هي ادعائه مع أشخاص آخرين وسطاء بعلاقتهم بعدي صدام حسين، بحيث تكون خطتهم إنهم على علاقة بعدي صدام ويقدروا يعقدوا لقاءات خاصة وشخصية ومباشرة مع عدي لمن يرغب ويدفع، ويتفقوا على صفقات ونصب وتوسطات مشبوهة للحصول على مناقصات أو مزايدات ومشاريع سنوية وتلقي الرشاوي. وكانوا من خلال عملية النصب بيحضروا لطيف يحيى باعتباره عدي، وده بسيارة مرسيدس فارهة، فيتكلم سريعا مع الضحية ويوعدهم بالنظر في قضاياه، ويبدأ خداع الناس وسرقة أموالهم لحد ما ضجت المنطقة وذاع واشتهر في حي دراج، فتقدمت الشكاوي ضده وكان ما كان واتقبض عليه متلبس. وقال صباح الحمداني انه توسط لإطلاق سراحه من خلال علاقته مع أخواله اللي بتربطوا بيهم علاقة قرابة، وطلبوا منه انه يتوسط له، وفعلا راح للعميد عدنان التكريتي مدير الأمن الاقتصادي وقتها، وتواصل مع مدير الأمن الجنائي وقال له صادر بحق النصاب لطيف حجز ل6 أشهر، وده كان من رئاسة الجمهورية وبعدها سيتم إطلاق سراحه. وفعلا أطلق سراحه بعد تمام الحجز والتأديب والعرض على شاشات التلفزيون وحلق شعر رأسه على الزيرو. لكن إزاي استغل لطيف يحيى التشابه ده في كردستان العراق؟ لما وقعت أحداث 91 وسقط شمال العراق وأصبح خارج سلطة النظام، هرب لطيف يحيى لأهله في دهوك مستفيدا من انفلات الوضع الأمني بعد سقوط 13 محافظة في إيد المعارضة في الجنوب والشمال، وأصبح الأمن في البلاد والتنقل لكردستان سهل، فغادر لدهوك وبدأ يحتال على التجار هناك ويعقد صفقات نصب واحتيال، وكان خلالها اتصل بالأمريكان المتواجدين في دهوك بعد ما جمع مئات الصور لعدي صدام حسين من الجرائد والمجلات، وحكى قصص عن أنه كان هو الشبيه لعدي، وأن صدام حسين كان بيخاف على ابنه أن يقتل سواء في الحرب أو في شوارع بغداد أو في مهامه وزياراته وحفلاته، عشان كده تم تكليفه بمئات المهام للحضور بديلا لعدي خاصة المهمات الخطيرة. وفي شمال العراق سنة 91 كانت المخابرات الأمريكية والمعارضة الكردية والعربية تتجمع وتنشط، وكانوا بيبحثوا عن أي دعاية ضد صدام حسين، ووجدوا في فبراير
بركات لطيف يحيى المعين المناسب لتشويه سمعة صدام حسين وعيلته، وألزمته أمريكا وبعض المعارضة أنه يكتب كتابه الشهير كنت ابنا للرئيس. وبيأكد صباح الحمداني أنه لم يثبت فعليا وجود شبيه لعدي أو حتى لصدام حسين شخصيا، وكان صدام كمثال بيستخدم أسلوب التشبه بلباس صدام حسين في كل زيارة له، ويضعوا عدة أشخاص في عدة سيارات من سيارات الرئاس، فيضيع على من في نيته الغدر بصدام وقتله ولا يستطيع تحديده، ولا يعرف بالضبط أين يكون صدام من مجموع سيارات الرئاسة، زي ما حصل في محاولة اغتيال صدام في الدجيل. لو كان لطيف يحيى فعلا شبيه لعدي ما كانش اعتقل واتحلق شعره زيرو واتفضح على شاشات التلفزيون، وكان اتقتل وتمت تصفيته بعد ما انتهت واجباته، أحسن ما يتساب هربان ويفضح بيت الرئيس ويكشف فضايح أو أسرار البيت. ليه ما قتلهوش عدي وهو قادر على كده؟ ومحاكمة صدام حسين متوثقة على الشاشات، والمحقق نيكسون بيسأل صدام في استجوابه له وقال له هل استخدمتم بديل؟ فجاوبه صدام وهو في أسره بسخرية ما يمكن الآن أنت تتحدث مع البديل، ويكون صدام الأصلي مختفي في مكان ما. وبعدها ضحك بصوت عالي وقال لا يوجد غير صدام حسين واحد. وأخيرا، إيه رأيكم في ادعاء لطيف يحيى بأنه بديل عدي صدام حسين؟ هل كلامه منطقي؟ مستنية رأيكم وتعليقاتكم.